ممكن تجيلي على بيتنا القديم دلوقتي؟ صدقتوني بقى؟ صدقتوا كلامي؟ ايه هو بالظبط اللي صدقناه يا عمر؟ لما قلت لكم ندى عايشه ما ماتتش وانها اتخطفت. في ايه اللي انت بتقوله ده؟ الفيديو اللي مبعوت لي مش مبين غير جثتها وهي بتتحرق. طب بصراحه يا عمر يعني هي عندها حق، الفيديو مش مبين حاجه. يا جماعه مالكم في ايه؟ انت زي ما تكوني بتحاربي عشان تثبتي ان هي ماتت. لا انا اكتر واحده عايزاها تبقى عايشه، بس لما تيجي تقولي ان الجثه اللي انت شفتها في المشرحه دي ما هياش جثه اختي علشان مش مركبه شرايح في دراعها، يبقى انت كده بتخرف. انا ما بخرفش، وندى فعلا دراعها اتكسر واحنا في شهر العسل وما رضيناش نقول لك عشان ما تقلقيش. اه فين بقى اللي يثبت الكلام ده؟ انا هفرجك على الاشاعه اللي بتثبت الكلام ده. حلو قوي، احنا كده معانا بدايه خيط نمشي وراه، المفروض نفكر بقى هنعمل ايه. لا لا تروح المكان اللي قالها عليه واحنا نمشي وراه، ده اللي احنا المفروض نركز فيه. انت مصدقني ولا مصدق ليلى؟ مش عارف يا عمر والله. بص يعني الموضوع ملخبط من اوله لاخره، بس لو انت احتجت مني اي حاجه هساعدك. هي دي المشكله، انت بتساعدني عشانك صاحبي، بس انت مصدقني؟ مش انت بتقول ان فيها اشعه بتثبت ان الندى في ايديها شرايح؟ خلينا نشوف. وبعدين مش ده موضوعنا دلوقتي، خلينا نركز مع ليلى بس للراجل يجي. ايه يا استاذ؟ جبت فلوس يا استاذ؟ اه جبتها، بس انا عايزه الاول اعرف ايه اللي حصل لندى. يلا هات الفلوس الاول. فين ندى؟ يلا اظبط. يلا ما اعرفش فين ندى. والله ما اعرف. استقبل يلا ولا ايه؟ والله ما اعرف، انا حضرتك كنت في المول وشفت اللي حصل بالصدفه. شفت ايه؟ شفتهم وهم بيحرقوا في واحده زي ما انت شفت الفيديو بالظبط يا باشا. خد هنا اثبت. هي دي؟ ما اعرفش والله يا باشا، انا كنت باخد الفيديو من بعيد، ولما سمعت في الاخبار ان دي جريمه قتل شكيت في الحوار. ايوه يعني انا كلمتني ليه وجبت نمرتي ازاي؟ دي كانت اسهل حاجه يا استاذه، اساميكم مغرقه في فيسبوك كله، وكمان حضرتك شغاله مدرسه، فكانت اسهل حاجه ان انا اوصل لرقمك. انما بقى كلمتك ليه؟ انا كنت عشمان في مصلحه، بس ما اعرفش ان هي هتطربها فوق دماغي كده اهو. انت شفت طربقه؟ لا شفت طربقه. ايه رايك يا عمر؟ ما يكذبش. مش ربنا يكرم اصلك يا بيه، انت هترغي. ما تنجز توكل. انا يلا عشان اوصلك.